زين حتى الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. الله 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 زين حتى يا خيتي. أيوة حق بقى ويسمنوا نواو زين حتى لا زين حتى عندي مكالمة فتاة ذاك لا يتقسم انتم مليين. الو مرحبا. الو مرحبا. مرحبا وسهلا. شدوم تسحلل ما شاء الله يا مرحبا ما شاء الله. من معايا؟ معاك محفوظ لدوقي من زولد. الله لوني والله اللي مرحبا وسهلا وهلا وخيرت شحالك يا كنباس صديق يا الخير ما شاء الله ما شاء الله. هذا مولانا يعودك هذه من جديد ما شاء الله عادتها بشكل مضبوط وشكل زين بارك الله فيك الفنانين اللي جبت لنا الحقيقة على المستوى. الله الله بارك الله فيك ولي بيك هذه الفنانة الصاعدة انا قاعد ونوى فيها في اللي محمد صديقي فاطمة صديقتي الاثنين والله والله وهم والله هذا الفنانين الاثنين الناس كاملة تعرف يعني فاطمة تشيد ومحمد الحنبارة حتى قالوا حتى زاد والله هي الفنانة الاثنين جارتو الله يلا وليده قاع معروف هم اللي معروف على انه في الزندني معروف بالخبيطي والله سلافي والله يضحك حق وانا بعد اللي قاعد كامل زين تبارك الله وانا عاجبني والله زاد انت تنزلوا عندك زين عندي خبيطها نارجين كيف قلت ترى هو زين عندي راي يتكلم عليه فاطمه ذيك محفوظ الزوج من زوجات ياك محفوظ الزوج
الله راه يتسلم عليك، راه يتسلم عليك، ورانا مسلمين عليك كاملين. نسلم عليها حتى ونسلم عليكم كاملين. واني بيك نمشي نزل المشوار اللي درتو، تنظم على فنانين درتهم لعين ولو. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. شفت محفوظ؟ يا مرحبا بك استاذ. نوعك انت، نوعك انت ينزل هذا ويعرف قيمته حقيقة وحكما، وشهادة منك انت مهمة به اللي انت تعرف. الله يعلمنا بعد الفن الحق حق. مرحبا بك استاذ مهند، بارك الله فيك وعليك. مرحبا، السلام عليكم. حد اخر ولا يسلم عليك ماما؟ والله والله والله. والنبي يا والنبي كيف حالك ياك؟ لاباس عليك يا بخير. كيف حالك؟ كيف حالك يا ما شاء الله يا مرحبا وسلام وهلا وخيرت. الله يسلم عليك، حتى تشاركت معك حلقه زينه حتى. الله يبارك الله فيك وعليك، اكرمك الله. شكرا لك الفنانه. والله يبارك الله فيك، بارك الله فيك وعليك، اكرمك الله. والنبي كوني مرحبا وسلام وهلا. يا اهلا وسهلا، مرحبا وسلام وهلا، اهلا وسهلا. ايوه لا تقول انه هنا بيات في الليل ودهن قصر بتهتبير الوقت ما ترى حتى سامح بياسر. لا تقول انه قاف والله نايم الشور في الليل يعطي تبقي وغير عود لبيات مختصرين وشو بيالي لابد انا من حقول بتهتبير. المشاهدين دائما يقولون الليل هذا ما نوطاو فيه متحف اللي والله قد ما يطويل حتى والله نوصل لك والله 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 بي اللي وقتنا عاد قصيف شوي. الله الله زين، الله الله زين، الله الله زين.
تيت. أنا معي متصل. ألو مرحبا. ألو. وي مرحبا. صدوق. وي نعم. هاي حلقة عالية في الروعة. هاي الفنانة كانت فايتة من حمبالة هذه. بارك الله فيك. شكرا لك لاستضافتها جدا. بارك الله فيك. شكرا أدائها. بارك الله فيك. شكرا جزاك الله خيرا. هاي فنانة فنانة عالية ضمتها الروعة. والله الا بارك الله فيك. تماما 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 جزاكم الله خيرا. هذا اداء حسن حسن. اكرمكم الله. يا مرحبا بكم سيدة وهلا. الله الا زين. يا ربي بسنك كريم وحليم ورؤوف ورحيم وبالضعف تبي يا عليم وبالضعف تبي يا عليم يا عليم افتح شاوري باب خيرك واجعل حضني تميم وتنور الشر عضيين وتسويتي بس ابراهيم بالحنين ندور الاصاب الطبيه وعلي اتوب يا ليل الحنين دوار الطبيه وعلي الله زين حتى والله اللي زين والله اللي زين ده يتويضون التوت في دقيقتين والله هذا اللي نختمه تقول ناس يتوفن لا تقول به المشاهد زين حتى صدق اللي زين الله 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 ده يخبطنا ده يخبطنا ما إذا مازالنا دقيقتين والله ده تقول أنت بيت نخبطنا ميدا وزن نختمو عليه ان شاء الله اللي وقت فرق مع عباس وبنتي هوني انا حسين واقف حي قبرت مشحوده مشحوده بالطيور يا امس وقفت عليه شوي حسين بيه سيق الطيش وفتح له ولا يحزن لي بيه حسين قطيش قطيش وفتح له لا إله إلا الله
بعيدة لها تخبطنا في دقيقة ونص وزن لوزانة فيوك الزيني لا يتاكم فنيك فاطمة بطبيعة الحال وقلت انتم عاش هكذا مشاهدي الأعزاء وصلت هذه الحلقة إلى نهاية هذه الحلقة التي كانت جد 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 ممتعة مع فنانتنا النجمة الساطعة النجمة المتألقة الفنانة الكبيرة فنان والصغيرة سنا فنانتنا الموهوبة عزفا وغناء سلمان بنت محمد والحنبرة. وفي نهاية هذه الحلقة لكم تحيات الفريق الذي اشرف على هذه الحلقة في الإشراف العام مختار فال وفي الإرسال أتيه سليف والمصورون سالم الصوت سالم واليمر والمصورون محمد يحيى والمتالي ومختار للعالم وفي الإخراج المخرج الكبير بابا مين وإلى أن يضمنا لقاء جديد هذا سد من ليد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.